بقالنا تقريبا حوالي 4 سنين بنسمع في مصر عن الفقاعة العقارية، بس مصر بعيدة كلة وجزءا عن الفقاعة العقارية. الفقاعة العقارية حصلت في أمريكا في 2007 و2008 بسبب مشاكل كتير جدا. المشاكل دي مش موجودة في المجتمع المصري، مش موجودة في الاقتصاد المصري. احنا عندنا دولة واقفة جنب رؤوس الأموال وجنب المطورين العقاريين، عندنا مناطق جديدة بتتفتح، عندنا تسهيلات في طرح الأراضي من الدولة وتسهيلات في السداد. فاحنا مختلفين جزءا كلية وجزئيا عن الفقاعة العقارية. عندنا التمويل العقاري دخل نشط وانعش السوق بفترة كتيرة. عندنا أنظمة سداد بيمنت بلانز من زمان أو من 3-4 سنين كانت ماكسيمم 5 سنين، احنا دلوقتي بنوصل لغاية 10 سنين. فالسوق المصري يعني باصص للعقارات بشكل تاني خالص، بخطوات سريعة خالص. يعني احنا تقريبا أقوى من السوق العقاري التركي، أقوى من السوق العقاري القطري، أقوى من السوق العقاري الخليجي بشكل عام والإماراتي. يعني قولا واحدا، حضرتك تتوقع بنسبة كام في المية حدوث أو عدم حدوث قاعة عقارية في مصر؟ لا، بنسبة لا تتعدى 1%. هو طبعا الفقاعة العقارية دي ناس هي بس بقت ماسكة الكلمة وبتقولها وخلاص. هي قصة الفقاعة العقارية إن إحنا عندنا حجم المعروض دلوقتي كتير جدا، وأكتر من مشاريع يعني المطورين العقاريين بقوا كتير جدا في السوق، ففي طلب عالي والشراء بقى قل. فهي الناس بتتكلم ان فقاعه عقاريه هتحصل. هو السوق مش هيفضل ستيبل دلوقتي لان في حاجات كتير، بس احنا بنامل ان الفتره الجايه ان الكلام دوت مش هيحصل، لان احنا الناس ابتدت النهارده لو نتكلم على العائد بتاع الناس كانت حاطه فلوسها في الشهادات، الناس ابتدت تفك الشهادات بتاعه الاستثمار بتاع قناه السويس، ابتدت تحط فلوسها في العقارات لان شايفين ده انجح ليهم. فاحنا نأمل ان الفترة الجاية ان شاء الله ده مش هيبقى موجود. صعب جدا في مصر يحصل فيها فقاعة عقارية، لان معظم الناس اللي بتشتري عقار بتشتري بغرض السكن او الاستثمار كلها من التمويل الذاتي الشخصي ليهم، يعني من جيبهم الشخصي، ما بيروح. ما عندناش فكرة التمويل العقاري اللي بيحصل في امريكا وفي دبي زي اللي حصل في 2008. فبالتالي الفقاعة العقارية اللي حصلت ووقوع أسواق الأسهم والبورصة في 2008 في دبي وفي أمريكا، ده كان سببه الرئيسي القروض وتمويل العقار من البنوك بفايدة كبيرة جدا. إنما في مصر معظم الناس اللي بتشتري بيبقى من مدخراتها الشخصية. السوق المصري معطياته مختلفة تماما عن الأسواق العالمية. موضوع الفقاعة ده حصل وشفناه في 2008 وشفناه في أوقات كتيرة، بس بيبقى تركيبة السوق مختلفة. احنا النهاردة السوق المصري ما بيعتمدش بنسبة كبيرة على المشتري الأجنبي زي في أسواق مثلا في الوطن العربي، مش معتمد على عقود عمل اللي هتدفع الاقساط بتاعة الناس اللي بتشتغل في البلاد اللي هي بتتأثر جدا بالفقاعة. احنا في مصر بنعتمد بنسبة 80-90% على المواطن المصري اللي هو عايز يتجوز. احنا عندنا حوالي 1,000,000 جوازة في السنة، وعندنا يعني الناس دي بتدور على وحدات وبتحاول تطلع بره ازدحام المدينه وهكذا. فانا بيتهيألي مش هيتاثر بالذات السيجمنت او القطاع اللي هو بتاع البي او البي بلس، اللي ممكن يتاثر في خلال من 3-5 سنوات هو القطاع اللي بيخاطب 10% من السوق اللي هو الاي بلس. النهارده في تزاحم من المطورين ان هم كله بيحاول يغطي مبيعات من هذه الشريحه. الشريحة دي في الآخر هم عدد واحد، عدد معين، وبيشتروا من بعض، ووحدات أسعارها غالية جداً. إن النهاردة هتزيد قد إيه علشان تكسب أنت فيها قد إيه لو مستثمر، وده اللي بيخلق اللي هي الجوست تاون أو اللي هي المشاريع الغير مأهولة بالسكان، أو نسبة إشغالها 20% أو 30%. بص يا فندم، من وإحنا صغيرين عارفين دايماً إن مفيش حد في مصر مش محتاج بيت، ليه؟ لأخوه، لأخته، لجوز أخته، مش عارف إيه، لابن أخته، بس كلنا بنتقل حياتنا ان احنا محتاجين بيت. مفيش حد في مصر النهارده وصل قال لك احنا عندنا حاله تشبع، انا مش عاوز اشتري. انت النهارده حضرتك لو اتعرض عليك شاليه في الساحل الشمالي ب 200,000 جنيه 80 متر هتعمل ايه؟ اشتري بس خلاص. يبقى عندنا فقاعه وتشبع؟ ما عندناش. احنا كمصر شوف احنا كام مليون نسمه، في كام مليون اسره بتخلف قد ايه في عمرها. انا يعني ده اعتقاد الشخص طبعا، بتختلف من شخص لاخر، ان دي عمرها ما هتقل. الأسعار مش هتقل، بالعكس ده بتزيد وبقت أحسن من البنوك. يعني احنا عندنا ناس كتيرة عملاء كتيرة بتيجي تشتري عندنا أحسن، بيقول لي ما أحط فلوسي في البنك لأن الجنيه بقى ثمنه يقل. إنما السوق العقاري ده يعتبر زي استثمار،
يعني حتى اللي عنده عايز يشتري تاني وتالت بدل ما يحط الفلوس بتاعته في البنك. الجيل الخامس اللي هو ما يسمى بالوشاية والأكاذيب اللي ماليه البلد. نعم نعم نعم. فدي ضمن الأكاذيب والوشايات اللي هي بتحاربنا بيها الدول الخارجية والدول الداخلية داخليا وخارجيا. فمن ضمنها بقى أزمة السكر وأزمة الرز ورز البلاستيك والبيض البلاستيك والبيض الصيني البلاستيك والفقاعة الهوائية اللي هتحصل. ليه بقى؟ لأن النهاردة عندك القطاع الاستثمار العقاري هو القطاع الوحيد اللي شغال في مصر وبيجر ورا منه مجموعة هائلة ومجموعة كبيرة جدا من القطاعات الأخرى. يعني أنا هدفهم إن هم يسقطوا البلد. نعم. هو القطاع ده يقف فاضل ايه في قطاع تاني اللي شغال. نعم 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 نعم. فخلي بالك من نقطة مهمة جدا. الكلام ده تهريج. ولو سألت انت الناس الكبيرة المطورين الكبار والناس المسؤولين الكبار اللي هم في الفيلد في المواقع وفي الشغل زي شركاتنا هقول لك لا ده كلام فارغ مفيش كلمة مفيش الكلام ده. في احتياج للسوق ومتعطش دايما للسوق للوحدات اللي احنا بنعملها.